رجل طقس من القرآن. إيه؟ واحد طقس من قدر القرآن أو قدر الآيات في القرآن أو استهزأ بالدين أيا كان. فخوفا من التكذيب في دورة التكذيب وشاشة بفة وفي دورة التكذيب عموما يعني. طب إزاي في نفس الوقت أنا هطلع من التكذيب لكن في نفس الوقت ما أقعش في الإنجاز؟ إزاي أتوسط في الأمر؟ إن أكون ما كفرتوش ماشي معايا في الدورة كمان. إزاي ما أقعش في الإنجاز؟ أنا كل شخص أنا أقول أنه على خطر عظيم. الإرجاء يقول أن إيمانه لن يضار بشيء من ذلك. أنا بقول لا، إيمانه سيضار وهو على خطر عظيم. إذن أنا لست بالمرجئ، إذن أنا طبقت القاعدة وخرجت بماذا؟ من الإرجاء.